علاجهم صعبة يعني. أول يجي ينطيني كيلو طماطة بس أبو العيادة ما ينطيني بلاش، يقول لي فلوسك بيدش أنطيش، ما عندش فلوسش ما أنطيش. مشان تبنى لحد الآن ما عنده القبرة وين ما وين، والله لحد الآن ما عنده القبرة وين ما وين، لحد الآن ما رايحة عليه، ما عنده فلوس حتى أروح عليه. لا إله إلا الله. يعني أقول بدال الغرسة ما أروح فيها، يعني أروح فيها المقبرة حتى أزورها أجيب لهم علاج. الله شاهد لحد الآن ما عنده. أقول له دكتور أنا بات بالشارع، يقول لي ليش تباتين بالشارع؟ من عندي فلوس أبات له بغرفة بثلاثين، من ما عندي بالشارع. أقول يا عيد لا توقف على الباب، أطفال مرضى ما بيهم يا عيد. والله الله شاهد علي، يعني ما يعيدون أبد يوقعون، يعني هذا شيله هذا شيله. ما تدري يعني شو وقت هسه هذا، يعني فارق الحياة شغلته يعني فهد مرة. اي ما تدري والله يستر عليكم. اي والله جابكم عليه، هو ترى غرقان بحر احكي لك العدد، الله جابكم عليه. مرحبا. راح تقولون قحطان ليش وياي؟ راح اقول لكم اليوم الحلقه كلش غريبه، لان ظروف العائله صعبه جدا جدا، نقول يمكن معدمه. طبعا هاي الحلقه يرادلها انه رواح، مجيء، استفسارات، اشياء اخرى انا ما اقدر اسويها، لازم اكو رجل هو اللي يطلع يطلع على الحاله، يشوف الوضع مالتهم، يشوف المسافه اللي راح نروح لها، احنا ما نعرف وين، في اي محافظه. نقول لك اهلا وسهلا بيك باهل الخير، ويا رب ان شاء الله هذا البرنامج برنامج الخير لنا وللعوائل اللي دروح لها بصايت رب العالمين واهل الخير ان شاء الله. طبعا نسمع اني اقدم فقره بشنو السالفه باهل الخير ادمع النوبه ورطيني. ان شاء الله. طبعا اذا نريد نحكي للناس عن حاله اللي او الحاله اللي احنا رايحين لها، الحاله صدمه، صدمه بالشكل الحقيقي. ليش؟ لانه هاي الحاله نسمع انه هو مو عندهم مريض واحد. نعم. ولا عندهم طفل مريض. نعم. لا، هاي الحالة عندهم كل الأطفال مرضى ومريضين أو مرضى بأخطر مرض وأغلى مرض بالعلاج اللي نعم. هو تشوه الخلقي بالقلب، يعني من العمليات الصعبة، كلش صعبة جدا. صعبة ك يعني شيء بالبشر، وصعبة بالتكلفة. يعني احنا تحرينا عن الحالة. نعم. الحالة مؤلمة جدا. هم أربع أطفال أولاد، هذه التحريات اللي وصلنا لها. نعم. هم أربع أطفال، ثلاث ولد وبنية. نعم. الأخ الكبير ما عندهم يعالجوا، ملحقوا له توفى، والبنية لموا من المنطقة ولموا من الجامع، والجامع أذن لهم أو كبر بالسماعات على مود الناس تجي تتبرع لهم، هذا اللي افتهمناه، حتى الناس تجي تتبرع لهم ويسوون العملية. سووا العملية بسليمانية للطفلة، والحمد لله والشكر الآن الطفلة زينة، بس بقوا عندهم اثنين، هذول الاثنين لو يسوون العمليات خلال فترة وجيزة لو يموتون. سمعنا من قحطان انه العائلة كان عندها أربعة أطفال، الابن الكبير توفى ما قدروا يعالجوه، البنت أهل الخير الطيبين اللي بالمنطقة وأهل الجامع هم اللي جمعوا لهم الفلوس وسووا لها العملية وقدرت تكمل حياتها، بقى الأولاد الاثنين. رب العالمين وأنتوا أهل الخير، خلينا نروح ونشوف هم بيا منطقة وشون نقدر نوصل لهم وشون نقدر نعالجهم. تفضل. يلا.
بيت عبد الحي ابو عبد الحي. نعم. وين يصير؟ قالوا ان هنا احنا عبرنا السيطره. قال اول ما تعبر السيطره ثالث فرع وطب بهذا. هسه طبيت بس ما ادري عند وين. مو هذا الفرع الثاني. مو هذا الفرع، هذا مو وين السياره هاي الواقفه؟ وين السياره تفتر منها. اها ممنونك حبيبي اشكرك. عيني ست نسمه. مو هذا الفرع الثاني نطبي وان شاء الله هاي هو ندلع. الثاني؟ اي مو ورا هاي السياره. يلا ان شاء الله. السلام عليكم. شلونكم؟ عيني شلون الصحة؟ شلون الأحوال؟ الله يحفظكم. الله يعزكم. الله يسلمك. تفضل. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أهلا حياتي. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. الله يحفظك. الله يحييك. الله يخليك. هذا اسمه محمد. محمد هم فيناس معدل فتحة رباعية. لا هذا فتحة تختلف. هاي فتحة تختلف. إن شاء الله يا رب. فتحة مثل فتحة أخرى. شلونك أم عبد الحي؟ عليكم السلام. إن شاء الله زينين. الحمد لله. الله يخليك. أم عبد الحي دول أولادك؟ أولادي هي. احنا شفنا ثلاثة واحنا سمعنا أربعة. اي أربعة كبير متوفي. توفى نفس المرض. توفى نفس المرض. اي نعم. ما تلاحقت له هم يعني توفى الساعة بالثنتين بالليل. نعم. ظل يشنهج بداية يعني من الحد الساعة بالستة بالليل، يعني ظل الحد الساعة بالثنتين وما قدرت وما تلاحقت له، ما عندي إمكانية حتى أوصله طبيب، والدكتور قال لي شوكتي خربط تجيبينا، وأنا ما عندي يعني حتى أوديه، وحتى يعني من مات تنقول أريد تاكسي توديني ما توديني تاكسي إلى آخر شيء يعني ساعتين، وهو بالبيت. إيه ظل هنايا بالبيت. بالليل. بالليل توفى. ظل بالبيت. آخر شيء لقيت يعني تاكسي قرايبنا ودانا المستشفى. المستشفى دكتور لو ما قعدت ساعة كاملة، فقعد يفرك بعيونه، فقال قلت له بس أقعد أشوف له هذا. جي شافه وخرب البطانية، شافه فتح عينه قال ها هي البقية بحياتك، خليه بالثلاجة وتعاي الصبح تعاي أخذي. قلت له يعني شلون يعني توفى انت شيء كزين شوفه؟ قال لي هي هاي هي يعني بعد هاي مات، هاي هي بعد يعني بقيه بحياتك وهاي هي يعني. الله يرحمه ويرحم. اي عادي يعني فما خليت يمهم جبته. اي فخاله وابوه وجده غسلوا وكفنوا، وبالليل يعني الفجر يعني راحوا ودوا الدار حق يعني على هالحال هذا. الله يرحمه. اي ظليت واني من هذاك راح، فقمت اسعب هذول، قمت ما يعني اخليهم يعني قمت أسعي من راح لحدنا، يعني هو صار ثلاثة أشهر من راح، يعني أنا من راح لحدنا أنا أسعي، فما خليت باب ما دقيته، ما خليت ما رحت له، يعني أناشد الخيرين، أناشد الطيبين، أناشد كل واحد بقلبه رحمة ومروي يضحك على حاله وحال هذول الأطفال، ينقذني من هذا المرض، ينقذني زين. لأن أنا عاني من عند هذا المرض يعني قديم، صار 8 سنين واللي جاي أنا عاني من عنده، ما حد يساعدني، يعني ما خليت باب ما دقيته، يعني أريد بس أحد يساعدني، ماكو أحد يساعدني. وتعبت حيل، تعبوني يعني أكثر المرات أشوفه برا وأقع وأجيبه وأكب على وجه مي، بعض المرات يعني حتى علاج ما عنده حتى أجيب لهم، يعني بالقوة أخصب نفسي غصب أقلل من أكلهم من شربهم حتى بس أجيب لهم علاج. ومو بس هذه يعني حتى بعدهم بلاعين مزمنة، هاي بس أنا أخذ لهم مرتين علاج، أخذ لهم العلبة الوحدة 5000 دينار، شوشة مشروب وياها 2000 دينار. أي والله يعني على هالحال هذا أني الحدها ثاني مستمرة وما أقدر يعني ما أقدر أجيب لهم، ما أقدر أوكلهم. هذا المرض هل هو وراثة يعني عند أهلك مثلا، أهل زوجك وراثة هو؟ أبدا لا يعني ماكو. لا أنتو ولا عيالك أبد ماكو.
زين ما سألت مثلا شنو هذا السبب مالته؟ أسأل طبيب، أروح من أسأل لا. طبيب يقول لي تقدرين تقولين الله ليش؟ هيك يقول لي الله شاهد علي يا دكتور عمر كركوك، يقول لي تقدرين تقولين الله ليش؟ هيك يقول لي، أقول له يعني شلون بس أنا يعني هسه واحد نقول آمنت بالله، إيه أنا هم قلت اثنين نقول آمنت بالله بس إيه؟ مال أربعة أقول له أربعة يعني ليش؟ لازم أكو فالسبب إيه؟ زين هل يعني قول لي السبب يعني ما يقول لي السبب، ما أبد ما يقول لي السبب، يقول لي من الله، هاي من الله. وعامل وراثه ماكو؟ اي ابد ماكو لا اكو وراثه ولا بد. حتى انا لحد الان يعني قرايبنا من صار 3 اشهر اللي جاي قلت لهم، حتى انا ما قالت لهم نعم. ابد ما قالت لهم، مرضى وعندهم شيء جديتهم ماتت مرض السرطان وما قلت لهم لحد ما ماتت، هي ما تدري بيهم هذول اثنين مرضى بس درت كبيره نعم. بس تدري بنتها كبيره مرضى وما قلت لها لحد الان، يعني اخاف يعني روني اخاف يقولوا لي ليش يعني انت خلفين خلفه سقطاء تجيبين خلفه يعني ليش هيك يعني، وتعب فد مره تعب عليهم يعني شلون؟ لأنه البنت الكبيرة أيضا هم نسوي لها عملية. إيه سويتها عملية إيه. من وقف وياك؟ وقف وياي هم يعني قرايب وناس الخيرة ومنا جمعتها يعني والحمد لله سويتها. إيه أهل الجامع وأهل المنطقة نعم. وأنا تسجيل سجلتها بالمستشفى يعني سنة ونص يلا طلع اسمها، فخبرني قال لي تعالي اسم بنتش طلع تعالي حضر مبلغش وتعالي، يعني قبل العملية أخذ من عندي 1.5 مليون. زين اي اخذ هذا اللي جمعوا لي ايوه جمعوا لي اول هذا يعني لحد ما جبتها للبيت اللي ورا عن عملتها قسطره القسطره عملتها بكركوك نعم. 7 اوراق نعم. عملتها والقلب عملتها همين انا اقول كان وين راح تجي لحد يعني فتح الصدر يعني وهذا للبيت 4 ملايين نعم اي 4 ملايين كلفتني والحمد لله والحمد لله السعانة إيه يعني الحمد لله زينة بس يعني بعض المرات بالمدرسة أصدقائها البنات ما يلعبن وياها يعني يشوفن صدرها هيك مفتوح ما يلعبن وياها لسانها شوية ثقيل فما يلعبن وياها تنجس من عندها من العملية أسأل الدكتور يقول لي لا يعني ما أعرف إيه يقول لي راجع بيها لا تخلينها أنا راجع بيها قلت يعني أنا راجع بواحد اثنين يعني بيمن أنا راجع راجع أنا أربعة يعني ما عندي إمكانية رحمة ربك واسعة الحمد لله والشكر أنا ما أيسى من رحمة رب العالمين طبعا أنت وحدك الحمد لله كل راح توقف وياك ان شاء الله انتي ام مجاهده تعبتي على اولادك وانتي ما بعدت شابه من حقك انه ضمين اطفالك هذول اللي كانوا لان انا بريد بس هذول لان انا بعد ما بيها اجيب انا بعد ما بيها اجيب حتى لو اجيبها من نفس المرض يعني ما بيها هذا اكبر واحد انا فقدته يعني راح قولي يا الله بسبب المرض يعني هسه هذول همي انا فقدهم انا بعد ما بيها اجيب غير اريد بس هذول يعني الله يخلي لي اياهم كافي اكيد 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 لا تيأس من رحمة رب العالمين وإن شاء الله يا ربي أهل الخير ما راح يتركوك أكيد ما راح يتركوك الحال تعبان والله الحال حيل تعبان الله أنشاء أكيد الله شاهد تعبان فد مرة أغديهم ما أشيهم الله شاهد علي يعني لا راتب لا شيء لا شيء ياتين يعني تال باب يدق علي الخيرين تا يجون يجيبون لي الكيل الطماطة يعني والله تعب علاجهم صعبة يعني أول يجي ينطيني كيلو طماطه بس ابو العياده ما ينطيني بلاش يقول لي فلوسك بيدك انطيك ما عندك فلوسك ما انطيك والعلاج انا مستمره عليه يعني صار له ذاك صار له تقريبا هذا 6 سنين انا مستمره وهذا 4 سنين انا مستمره العلاج ما اقدر اقطعه والله حتى البارحه اخر المغربيه افطرت الجمهوريه كلها يلا جابه العلاج والله الله شاهد علي يعني يتعبون لو ما علاج انطيهم يتعبون فد مره يتعبون يعني وعدهم بلائم مزمنه صح. ملائم مزمنة يعني بسبب يعني أمالتهم ضعيفة يعني وحتى أنا ما أنطيهم هسه هذا قام ياك أنا ما أنطي يعني أبدا ما أنطي هسه يعني شافوا أبد يعني ممنوعين أطفال يحبون كل شيء وكل شيء يريدون إيه كل شيء يريدون ما أقدر يطلعون برا يشوفون الناس يقول ماما هذا عنده هذا مشتري أقول ماما خشي جوا ما عنده أجيب لكم منين أجيب لكم خشي جوا أخششهم غصبا علي جوا يعني ويبتشون ويردون يردون أكل يردون لبس الله شاهد يعيد العيد علي نحن يعني ما عندي ابيع الخاشوقه ابيع الجدريه ابيع هذا بس اجيب لهم علاج ابيع البطانيه الله, الله شاهد واخرا من فوق ما اروح ابيعها بس اجيب لهم علاج بس ما اخذ لهم ملابس الله, الله شاهد علي الله اكبر يقول للناس يقول ليش ما اخذت لهم ملابس هم حالهم حال العالم مرضى المفروض هذول تاخذ لهم كل منين اجيب منين اجيب ابوهم حتى يعني ما يقدر يشتغل يعني احنا باستمرار رايحين البغداد بس شهر 5-6 مرات احنا رايحين البغداد يعني هاي كله يريد ابو المطعم لازم يريده دائم يشتغل ابو البلوك لازم يريده دائم وياه صح يعني وماكو صح والله ماكو عاني يعني فد مره أت يعني الله شاهد علي الله كريم الله كريم ان شاء الله يا ربك ما ينسى عبده ان شاء الله والناس الخيره ما راح ان شاء الله انت طيبه
ان شاء الله الله يسلمك. والعراقيين طيبين واهل الخير اكيد ما راح يعفوك يا رب. ان شاء الله نتمنى انه الكل يسمعون صوتك والكل يشوفون دموعك الغالي علينا. ام لاربعه اولاد فقدت ولدها الكبير وبقت ثلاث اولاد لها. البنت ساعدوها الناس الطيبه واهل الخير في سبيل يسوون لها عمليه. وان شاء الله والله شاهد ابن لحد الان ما عنده القبره وين ما وين. والله لحد الان ما عنده القبره وين ما وين. لحد الان ما رايحه عليه ما عنده فلوس حتى اروح عليه. لا اله الا الله. يعني اقول بدل الخمسه ما اروح فيها هيك. يعني اروح فيها المقبره حتى ازورها اجيب لهم علاج. الله شاهد لحد الان ما عنده الا. لا اله الا الله. قولي الله ذكر الله ذكر الله ذكر الله لا اله الا الله. قولي وان شاء الله يا ربي ما حد يتركك واكيد احنا ما راح نتركك. واحنا يعني كل خير وكل شريف ان شاء الله خير ومن كل واحد يعني يضحك ويشوف على حالة هذول الاطفال ويخليهم يعيدون. هم صار ما يعيدون هذاك 6 سنوات وهذا 4 سنوات الله شاهد ما يعيدون مثل العالم. يروحون الجيل يروحون المراجع هم ما يروحون تعبانين. أقول يا عيد لا توقف على الباب. أطفال مرضى ما بيهم يعيدون. الله أكبر يا رب. والله الله شاهد علي. يعني ما يعيدون أبد يوقعون. يعني هذا شيله هذا شيله. أكثر المرات يوقعون الجيران يجيبونه. بس هذا لا رضا ولا مدرسة يقبلونه. قل روح الصلحي وجيبي. منين أنا أجيب؟ أبوك وأجيب. ما عندك اي معين اي راتب ابد ماكو. الله شاهد ماكو. الله شاهد ماكو. حتى هذا راتب الرعايه صار 2 سنين اركض وراه ماكو. يعني هم الاطفال هذول يعني مستحقين راتب الرعايه يعني لحد الان ماكو. الله شاهد لا راتب لا ابد لا ابدا. معقوله معقول احنا العراقيين اهل الخير نقول بلد البترول نقول خلي الحكومه تباوع لنا نقول الناس الطيبه خلي تباوع لنا بس مع الاسف ما راح اقول ملتهن بغير شيء. راح اقول شوفوا العراقيات شوفوا شلون ولد العراقي يموتون ببساطه. ما تقدر تودي ابنها للطبيب ابنها مات ومدفون وما تقدر تروح له لان ما عندها فلوس. انه مو مجرد ترى نسمه قاعده انه تأدي دور. لا انا ككل ام اذا ابني ميت قدامي اتخبل. ابني بيشي اتخبل. يجوز انا صح مثلا ما عندي اولاد بس انا مربيه اولاد اخويا وعايشه الامومه. اريد من عندكم يعني الكلام يمكن وقف ما اقدر احكي كل شيء بس اريد اهل الخير يوقفون بهالايام الطيبه الايام الخيره لهالانسانه اللي تعاني وما تعرف شو تسوي. هالانسانه الشريفه اللي تريد مساعده اخوانها من اهل الخير ان يوقفون وياها في سبيل اطفالها يعيشون يكملون حياتهم كاي بشر. اناشدكم اناشد الطيبين اناشد الخيرين توقفونها وان شاء الله يا ربي اكيد ما راح يقصرون. العراقيين كلهم طيبين ان شاء الله ان شاء الله. حتى الفقير اللي ما عنده هو اول واحد ان شاء الله. اريد من الله واهل الخير اريد من الله واهل المروه ان شاء الله. اريد من الله واهل الرحم يدعقون وينقذوا العالم من هذا المرض. يا رب ينقذوا حال اطفالي. اريد كل واحد يسمعني كل واحد يشوف هاي الاطفال ينقذهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. والله تعبت والله حيل تعبت. الله شاهد كل ما اروح للطبيب واجي للدكتور البغداد اقول والله راح اجكم علي دبت نفط وحرق نفسي. لين كل ما اروح ما يعطيني امل. يقول لي روح اسبوعين وتعالي روح 3 اسابيع وتعالي روح شهر وتعالي. انا صار 14 على هالحال هذا. الله يعينك دكتور وسبب ما انطاني امل. خلاني اكمل طبله اهل كبرها 5 سنورات انا ماخذه 3 سنورات عاديه 3 سنورات ملونه وانا كل شيء ما قبضت بس يقول لي روح وتعالي. يعني ما قال لي يابا ما اقدر اسويها حتى انا مقطع املي حتى اشوف غيره. يعني لحد انا لحد ذاك اسبوع الفات انا يلا قطعت املي من عنده. بس روحوا تعالوا روحوا تعالوا كله مصاريف وبدينا انا طامسه راسي. اقول له دكتور انا بات بالشارع. يقول لي ليش تباتين بالشارع؟ اقول له ما عندي فلوس فنادق. يقول لي ليش تباتين؟ من عندي فلوس ابات له بغرفه ب30 من ما عندي هذا بالشارع بالحدائق هناي وهناك. الله شاهد علي دروب تعبتني. منين جاهم هذا المرض؟ هذا المرض جاهم والله هيك فجأة جاهم. أنا ماكو بالفخذ ما نهيك بمرض. تشوهات بالقلب ما عندكم أنتوا بلا بالعشيرة ولا بالقرايب؟ ماكو عبد لا بالعشيرة ولا بالقرايب. ولا لأنهم متزوجين قرايب ما لها علاقة؟ لا ما لها علاقة متزوجين قرايب. هذا فجأة جي هذا المرض. ما هاي الأول مرة أنا شايف بالعمر. ويجي عند أربعة هم؟ يا أربعة تمشي سوا هذه أمر الله هذا. أمر الله ونعم بالله والله أمر الله. هذا شو سوى متعذبين هو والله متعذب عذاب
أقول لك مسواق ما عنده، أحكي لك العدل غير والله العظيم. هو لو كان شغل يشتغل ليل ونهار يشتغل، كان ما محتاج. صارت له المرض هاي البنية اليوم سويناها بس اليومانية، فد بس اليومانية كان الوضع كل زين، ساعدوهم كثير. أهل الرحم وكفوا. أهل الرحم إيه، والخيرين الطيبين كثيرين والله. بس هذا صار ثلاثة شهور رحون يجين وواعدهم سووا طابلات، ويومية ينطون 75 هو ما عنده كروة متقرض، هسا طامس بدين، طامس إلهام تبدين والله. أيوه. زين زين، هنا أهل المنطقة وقفوا وياهم ساندوهم. والله أهل المنطقة كلهم تعبانين، كلها قاعدة بلا جار، قوة يلا مدبر نفسه. مو قلت لك احنا 4 سنوات صار هنا لا حكومة مركزية ولا محلية، لا حد سأل علينا ولا شيء. والله قصوا رقابنا، قصوا خلونا نشحذ، ما حد يقدر. عندهم الخيرين ما يقصرون، فما عندهم. وبجامع حمين مثل ما حش الملة من التوزع هذه، هواي ناس تعبانة نساء ورجال، مو الفد واحد ينطونها للكل تيرضون الناس خطية. هواي ناس من حشالك الولد. شلون من جابوا لك حفيدك ميت ودفنته بيدك؟ والله شنو، أن احنا نايمين ودقوا علينا وجينا غبشة ودينا والله دفننا. شو سوي أنا وابني جينا؟ ومصير هذول الأطفال؟ والله مصيرهم فد الله بعد. الله وانتو جابكم غير صدق، الله جابكم علي. حجي احنا سبب، اي سبب احنا اهل الخير هم اللي بلا والله، هو اهل الخير هم اهل الخير، بلا والله هم اهل الخير هم اللي يوصلون البر الامان. بلا والله احنا بس مجرد، احنا بواجبنا بهذا البرنامج بس مجرد انه ندل الناس وين يحطون الامانه. بلا والله، واحنا هذا فقط واجبنا. بلا والله واجبكم ولا راسي، وما قصرت، انتم جيتم من بغداد لهنايا وابد اصلا، والله يستر عليكم ولعوائلكم والله. طيب هاي طوز خرماته يعني محافظه قضاء، الناس اللي بيها مثلا ماكو مثلا بيها مستوصف مستشفى؟ بيها مستشفيات اثنين. زين، مستوصفات بيها نعم. علاج ما بيها؟ علاج بيها، فدي فلوس. اي فلوس العلاج، اي علاج كله بفلوس ماكو. وانتو حالكم هذا الحال، واحنا حالنا تعبانين. مو قلت لك احنا لا حد سال علينا ولا ما حد، ما ادري لا مسوين شيء. انا اللي وقع بيدي اروح وياكم واشوف الحجيه البيت عندي بيت يعني. الله فوق الكل. شو نسوي هاي بعد؟ يا كان سينين مثل القام مسوين. الله فوق الكل، الله ارحم الراحمين. آمين. وقولوا أنت عايز ترجع هناك، لا ماي لا كهرباء لا أمان، تروح هناك يقصوا رأسك يذبحونك. إيه وين أرجع؟ هناك قاعدين وساكنين والله كريم. زين شلون يجيبون الأجار؟ منين يجيبون؟ والله هذا هو كل من يدبر نفسه، يشتغل عماله، المفتح لمحل يشتغل، هذا قاضينه. ما حد جانا وسأل أبد غير أنتوا جيتوا. هسه من الأم ما افتهمنا شيء، لأنه أم وحقها قلبها محروق وتبكي على جهالها. فهمنا أنت يعني الأطفال شو يحتاجون، شنو نوع العملية اللي يحتاجون، شو قالوا لكم الأطباء؟ عملية ما القلب بس، هم من ندخلهم جوا يسوون لأيكو هذا يقومون يحكون بالأجنبي. احنا ما نفتهم عليهم كل شيء، نطلع يقول تعال ورا أسبوعين، وعلى هالجرة 3 أشهر وما حصلنا أي نتيجة، كل ما نروح نفس الحكي. زين قالوا لك إنه عملية وين تصير؟ ببغداد، بالعراق، خارج العراق؟ ما أعطونا أي نتيجة، بس نسوي إكوات ونرجع، وهم يأجلنا أسبوعين يقول روح، يعني ما يفهمنا الحالة أبد، ما شخصها. زين وأنت شلون 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 صار لك هاي الفترة؟ شلون مدبر أمورك؟ شلون كأب أنت تشوف أطفالك دا يموتون واحد ورلاق قدامك؟ لدي ورجلي مربطين، ما أقدر أسوي كل شيء، يعني راد لهم مبلغ فد مرة ما أقدر أسوي كل شيء. عاد حاولت شفت قناة الديار، حاول هم شفت، رديت خابرت عليهم استجابوا لي، لأن حالتهم ما تحمل خابرتهم. إيش قالوا لك؟ قالوا راح نجيك نشوف. عاد جوني ما طولوا، زين الحمد لله. احنا
برنامج أهل الخير طبعاً يعني نستجيب للحالات الواقعية، للحالات الحقيقية، بالذات إذا شفنا حالة طفل يحتاج إلى إنقاذ حياة. صحيح. فكيفما أنه ثلاث أطفال يعني مصيبتك مصيبة. إيه ما تدري يعني شو وقت هسه هذا يعني فارق الحياة شغلته يعني صغير. إيه ما تدري يعني قلبه يدق سريع، هذا يزرق بالنهار ثلاث مرات يقع، هاي يطلع خارج البيت الجارين يجيبونه، يعني حالتهم فد مرة سيئة. زين شفنا بأنه حالتهم يعني أنه بالبيت كلش حركين هم. هاي بالبيت بس من يأخذون العلاج، ورا العلاج تلقيهم ينتهون كامل. بس وشون بهذا الحر؟ بهذا الحر كهرباء يعني ماكو. الإنسان الصاحي اللي قلبه يشتغل صحيح ما يتحمل الحر. صحيح. إحنا يعني جاي هم للعصر يعني فد مرة جسمه ينتهي. نحاول بل هذا نسوي يعني بكارتون شين هفيلة هم الصحيح. حالتهم فد مرة. احنا ما راح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا راح نتحرك على ان شاء الله ناشد الناس الخير، الناس هذا ساعدنا بهذا الشيء. ان شاء الله. لان تعبنا احنا من ان شاء الله المستشفيات الحكومة وين طولنا اي نتيجة. ان شاء الله يعني راح نشوف برنامجنا اهل الخير وراح نسمة تتصل باكثر يعني مو مستشفيات حكومية ولا اهلية، ما راح نخلي احد. حتى لو عندنا ناس خارج العراق راح نتصل بهم وإن شاء الله. وأنا أشكر قناة الديار الجوني من بغداد إلى طوس خرماته والكادر كله أجمعين. أشكرهم. إن شاء الله يعني الفنانة نسمة بعلاقاتها وقناة الديار بعلاقاتها إن شاء الله يعني راح نقدر نساعدكم وبفضل أهل الخير إن شاء الله نقدر نوقف وياكم وننقذ حياة هذول الأطفال. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. جينا على عائلة أبو عبد الحي من بغداد إلى طوس خرماته وردنا نشوف إنه شنو هاي العائلة. لقينا أربع أطفال مصابين بمرض القلب وهم واحد من عندهم توفى وبقوا ثلاثة، واللي توفى أنت دفنته، أنت غسلته بإيدك. أي نعم نعم. طبعاً هم سبحان الله يعني عندهم مثل ما تفضلت أنت أربع أطفال، هم سبحان الله هذه حالتهم وسبحان الله حالتهم ولادية يعني، فسبحان الله يعني أكيد أكيد يعني هو مرض باطني طبعاً، مرض قلب يعني ومعروف مرض القلب لدى جميع الناس يعني، وسبحان الله يعني يسبب لهم حالات ومشاكل، وسبحان الله هم الناس وضعيتهم المادية والمعيشية يعني ما ساعد حتى يقدرون يكملون مسيرتهم يعني حتى يقدرون يعالجون أطفالهم. طيب أنتوا هنا بالمنطقة شنو اللي قدرتوا تساعدوا أنتوا لهم، يعني شنو اللي قدرتوا تقدموا لهم إياه؟ والله الناس الحمد لله هنا ما مقصرة ويا الناس اللي محتاجة والناس اللي حالتها المادية ما تساعد، يعني خاصة أيام رمضان وغير أيام رمضان طبعا الناس ما تقصر، فالحمد لله يعني الناس الحمد لله يعني ما تقصر وياهم، بس عاد هم حالتهم يعني تكلفتها عالية طبعا، فاللي الناس اللي تقدر تقدمه شيء جدا بسيط يعني. يعني يمكن أنا أعتقد على قد اللي الكراوي ممكن أن يعطوهم إجور كروي يروحون للمستشفى، ممكن أن يعطوهم فلوس علاج حبوب شيء ممكن أنه يساعدهم على المنطقة، لكن ما ممكن المنطقة يسوي لهم عملية. أكيد أكيد العملية طبعا تكلف يعني مبالغ، هم حشوها لكم الحالة يعني وتكلفهم هواية وهم ما يقدرون طبعا، وحتى أهلهم وأقاربهم يعني ما قدروا يساعدوهم بهذا الشيء لأن تعرف العملية القلب ومصاريفها وتكاليفها طبعا، وهم يراجعون مستشفيات يعني على حسابهم الخاص طبعا، يسوون هواية يعني تحاليل وكشوفات وفحوصات يعني على حسابهم طبعا الخاص ومساعدة الناس لهم. احنا شفنا الام يائسة كانت يعني في حال انه ما لحقوا على هذول البقية. اكيد اكيد والله احد اطفالهم ما قدروا يعالجوا يعني، الصور صار السبت من هالاسبوع، توفى السبت الثاني بسبب حالتهم المادية والظروفهم المعيشية الصعبة يعني ما قدروا يعالجوا سبحان الله، وتوفى الطفل والله يرحمه ونسأل الله ان يشافي هذول الاطفال البقية. شفتوا الحالة اللي هم بيها وشفتوا الوضع، الباقي على الله وعليكم يا أهل الخير.
احنا ببرنامجنا اهل الخير وقناة الديار ما رح نتركهم، رح نبقى وياهم الاخر لحظة ان شاء الله، رح نوصلهم البر الامان. يقول لي فلوسك في يدك انطيك، ما عندك فلوسك ما انطيك. مشان دفنا لحد الان ما عنده القبره وين ما وين، والله لحد الان ما عنده القبره وين ما وين، لحد الان ما رايحه عليه، ما عنده فلوس حتى اروح عليه. لا اله الا الله. يعني اقول بدال الخمسه ما اروح فيها، يعني اروح فيها المقبره حتى ازورها اجيب لهم علاج. الله شاهد لحد الان ما عنده له. اقول له دكتور انا بات بالشارع، يقول لي ليش تباتين بالشارع؟ من عندي فلوس ابات له بغرفه ب30، من ما عندي بالشارع. اقول يا عيد لا توقف على الباب، اطفال مرضى ما بيهم يا عيد. والله الله شاهد علي، يعني ما يعيدون ابد يوقعون، يعني هذا شيله هذا شيله. ما تدري يعني شو وقت هسه هذا يعني فارق الحياة شغلته يعني فهد مرة إيه ما تدري. والله يسر عليكم والله جابكم عليه، هو ترى غرقان بحر أحكي لك العدد، الله جابكم عليه. Thank you.